السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب 5 ابتدائي، أهلا بيكم. رجعت لكم تاني مع لسون 6 من يونت 2 كونكت بلس الترم الأول. الدرس بعنوان Writing a Description. Description اللي هو وصف، جاي من كلمة Describe يعني يوصف، Description بقى يعني وصف، الكتابة الوصفية. أول حاجة عندنا في الفوكابلري نصب مقوس، اللي هو حاجة عاملة زي القبة كده بس مفتوحة من تحت، بتبقى القبة اسمها دوم، أمال بتبقى عاملة كده بس من هنا مفتوحة، بتبقى زي بوابة كده اللي هو بالشكل ده بالظبط، دي اسمها ايه بقى؟ arch 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 arch، فتحة أو ثقب، hole hole، فتحة أو ثقب أو حفرة، hole. طبيعي natural natural، الطبيعة nature، طبيعي بقى حاجة طبيعية من عند ربنا كده اسمها ايه؟ natural natural natural. حجر رملي sandstone sandstone sandstone، غريب أو غير مألوف unusual 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 أو usual، ممكن أقول unusual أو unusual الاتنين صح. الربيع spring spring spring، وكلمة spring دي لها معنى تاني اللي هو السوستة، السوستة اللي بتضغط عليها بتفتح وتقفل، دي مش سوستة البنطلون أو الجاكيت وبتاع، لا السوستة اللي هي بتضغط عليها بتفتح وتقفل دي اسمها spring برضه. الخريف fall fall، شكل يعني shape shape، شكل أو يشكل، وfall معناها الخريف أو يسقط، في كل كلمة كده في الإنجليش لها أكتر من معنى. يكتب write الماضي wrote، التصريف الثالث written write wrote written، دايما دايما ال W بيجي بعدها R ما بنطقش ال W، فهنا أقول write، هنا wrote، وهنا written، في الثلاثة مش هنطق ال W عشان بعدها R. ride يركب rode ridden برضو. forget forgot forgotten take talk taken take talk taken. late afternoon يعني في وقت متأخر بعد الظهيرة اللي هو قبل المغرب بشوية كده. water bottles أو water أو water زي ما قلنا لها أكتر من طريقة وكلهم صح، water bottle أو water bottle، ممكن انطقها water bottle دي American، ممكن انطقها water bottle دي أسترالي، ممكن انطقها water bottle دي بريطاني، والتلاتة برضو صح. white limestone برضو قلنا ال W لما يجي بعدها H برضو بمنطقش ال H، هو ال white limestone، limestone اللي هو الحجر الجيري. زمان بقى أيام ما كنا احنا أطفال كده كان في تباشير ونكتب على صبابة سمرة كده، هو ده بقى limestone. يبدو برتقالي اللون look orange look orange look orange. في الصباح الباكر in the early morning in the early morning، دايما the لما يجي بعدها كلمة بدأ بحرف متحرك أو vowel بننطقها زي، فقول إيه؟ in the early morning in the early morning. تكوينات جيولوجية geological formations geological formations geological formations. نامبونج أو نامبونج ناشونال بارك، منتزه نامبونج الوطني نامبونج ناشونال بارك. الحياة البرية wild life wild life. a group of يعني مجموعة من a group of a group of. full of يعني مليان بي أو ممتلئ بي full of. wild flowers زهور برية sun hat يعني قبعة شمس. tourist brochure brochure اللي هو زي منشور كده أو كتيب صغير زي الورق بتاع الإعلانات اللي كانوا بيوزعوه زمان كده، ده اسمه بروتشر، فاحنا بنعمله للسياح بقى عشان لو جايين من بره بنقول له بقى انت ممكن تروح شرم الشيخ هتلاقي فيها كذا، تروح الاقصر هتلاقي فيها كذا، تروح اسوان تلاقي فيها كذا، ممكن تقعد في فندق كذا، يعني انت بتدي له شويه نصايح كده للحاجات اللي ممكن يعملها في مصر يعني، او تعريف بالحاجات اللي ممكن يعملها وهو موجود في مصر. رايد ا هورس يركب حصان would like to بتساوي want to would like to يعني يود ان او يرغب فيه، like هنا مش معناها يحب خالص، like يحب بس لو جاب لها would like معناها يريد، يبقى لايك لوحدها يحب. اقول لك what do you like بتحب ايه، امال قلت لك what would you like يعني عاوز ايه، تاني what do you like بتحب ايه، امال what would you like يعني عاوز ايه، بتساوي what do you want. طيب هنا جايبين لنا بقى اثر، احنا خلصنا اثر افريقيا ودخلنا على امريكا، فبقول لك ايه ناشونال مونومنت اوتا يو اس اي رينبو بريدج، كوبري قوس قزح، ده موجود في معلم وطني موجود في مدينة اسمها أوتا في أمريكا. فأقول لك Rainbow Bridge is one of the largest national natural arches، واحد من أكبر الأقواس الطبيعية اللي موجودة in the world في العالم. It's also 200 million years old، وعمره 200 مليون سنة.
200 مليون سنة. It's on Lake Powell أو باول، موجود في بحيرة باول أو باول، على بيطل على البحيرة دي in Ota USA، على في مدينة أوتا في أمريكا. It's 88 meters tall، ارتفاعه عن الأرض كده 88 متر، and it's made of red and brown sandstone، ومصنوع من أحجار رملية أحمر في بني أو لونها أحمر وبني يعني. A river eroded، كان في نهر هنا، والنهر ده eroded a hole in the sandstone and has formed the arch over many many years. يعني النهر ده كان موجود فيه هنا في النهر، وكان دي صخرة كانت مكتملة على بعضها، حركة المية عملت تآكل أو ذوبان للإيه للصخرة دي لحد ما فحرتها بقت بالشكل ده كده، بقت دي مفتوحة، واللي فوق دي اللي ما كانش بيجي عليها المية بقت إيه صلبة زي ما هي لسه لحد دلوقتي زي ما هي بالشكل ده. الكلام ده طبعا حصل على مدار سنين طويلة جدا، ملايين السنين، بقول لك بقى له 200 مليون سنة، فيعني من قبل البشر بكتير قوي. رينبو بريدج مسموه رينبو بريدج ليه؟ لأنه شبه قوس قزح، قوس قزح برضه بتشوفه في السماء بيبقى عامل إيه؟ شكل القوس كده، فسموه كوبري كوبري قوس قزح. has been a national monument since 1910، يعني اتعمل أثر وطني أو من الآثار الوطنية من سنة 1910. If you want to visit it، لو حابب تزوره، you have to take a boat، لازم تاخد مركب، ride a horse، تركب حصان، or walk to it، أو تمشي لحد ما توصل. طبعا تركب حصان لان طبعا في وسط الجبال والصحراء فالعربيه مش هتمشي. طيب ناخد مركب فين؟ انت بتقولي في الصحراء، بس قلت لك برضه ان هو بيطل على ايه؟ على بحيره باول، يعني هو على شط بحيره يعني. It's a very hot desert، المكان ده موجود في صحراء حاره جدا. So you should visit it in the spring or in the fall، فانصحك انك تروح تزوره يا في الربيع يا في الخريف عشان الحر هناك بيبقى شديد جدا. Don't forget to take your water bottle and a sun hat، ما تنساش تاخد معاك ازازة مية عشان لو عطشت، وصن هات اللي هي طاقية الشمس. هنا بقول لك where is the rainbow bridge، هو فين؟ قلنا it's on، اهي الإجابة اهي، it's on lake powell in Ota USA، دي إجابة السؤال الأول. how tall is it، طوله قد إيه؟ قال لك برضه اهوت it's 88 meters tall، دي إجابة السؤال التاني. when should we visit the rainbow bridge، المفروض نزوره إمتى؟ قال لك إيه؟ so you should visit it، أيوة من أول هنا كده، in the spring or in the fall، يا إما في الربيع يا إما في الخريف، دي إجابة السؤال الثالث. طيب اللي بعد كده بيتكلم عن the pinnacles، إيه البينيكلز دي؟ قال لك the pinnacles are one of the most unusual geological formations in Western Australia، دي واحدة من أكبر أو من أغرب التكوينات الجيولوجية اللي اتكونت في أستراليا، موجودة في غرب أستراليا. They are a group of tall white rocks، مجموعة من الصخور الطويلة البيضة، in the Nambung National Park، موجودة في حديقة نامبونج الوطنية في أستراليا. The pinnacles are 25,000 to 30,000 years old، عمرها من 25,000 ل 30,000 سنة. They are made of white limestone، بتتكون من حجر الجيري الابيض، which the rain and wind have eroded into different shapes، وتم يعني هي كانت صخره كبيره على بعضها او زي جبل كده، والعوامل التعريه من الهواء او الرياح مع بعض كده نحتوها لحد ما خلتها اشكال ايه قايمه بذاتها، يعني متجزأه حتت كده، هي كانت حته واحده على بعضها فخلتها متقسمه اجزاء زي ما انت شايف كده بالشكل اللي انت شايفه ده. ده بسبب ايه؟ rain and wind. The tallest columns are between 3 and 5 meters high، أطول أعمدة في دول، هم كلهم أعمدة زي ما أنت شايف كده، أطول حاجة فيهم ارتفاعها بتراوح من بين 3 متر ل 5 متر. If you want to visit the pinnacles، لو عايز تروح تزورها، the best time of day to see them is in the early morning or late afternoon، أحسن وقت تروح فيه يا إما الصبح بدري يا إما في آخر النهار يعني. At these times، في الوقتين دول، the sun makes them look orange against the yellow sand dunes of the desert، في الوقتين دول بالذات أشعة الشمس مع الرمل بتاع الصحراء بيخلي بيعكس اللون بتاع الرمل ده على الأعمدة دي، احنا قلنا هي بيضة، بس أشعة الشمس مع الرمل، رمل أصفر، فأشعة الشمس بتعكس لون الرمل عليهم فبتحس إن لونها داخل على البرتقاني بشوية. The best time of the year to see them is between August and October، وأحسن وقت بقى في السنة تروح تشوفهم فيه بين أغسطس وأكتوبر، اللي هو
شهر 8 و9 و10. When the desert is full of beautiful wild flowers. في الوقت ده بتبقى الصحراء مليانة زهور جميلة جدا. You can drive there from the city or city of Petra of Perth in 2 hours. ممكن توصل هناك خلال مدينة بيرث في خلال ساعتين، يعني تركب عربيتك وتطلع من مدينة بيرث توصل لها في خلال ساعتين في الصحراء. طيب هنا بقول لك complete the table from the description above. كمل بقى الجدول ده من الوصف اللي ادولك فوق. Name قال لك the pinnacles. Location قالنا Nambung National Park in Western Australia. الايدج عمرها كام؟ اللي هي ايه؟ 25 to 30,000 years old. دي هتبقى رقم 3، هنكتبها في رقم 3 هنا. Size والشيب، الحجم والشكل. They are made of white limestone. Limestone مصنوع من الحجر الجيري. ماشي، وايه كمان شكلها؟ It's in different shapes. شكلها مختلف. ده اجابة السؤال الرابع. Made of مصنوع من ايه؟ White limestone. دي اجابة السؤال الخامس. Eroded by، ايه اللي نحتها بالشكل ده؟ قلنا ايه؟ Rain and wind. فين؟ ايوة rain and wind. دي اجابة السؤال السادس اللي هو eroded by. When to visit، نزورها امتى؟ هو قال حاجتين، when to visit during the day او when to visit in the year. هنقول الاثنين، ممكن اقول لك these times، ممكن نقول مثلا when to visit them is in the early morning or late afternoon، وممكن اقول له كمان between August and October. ده اجابة السؤال السابع ده وده. يعني لو هنزورها امتى في اليوم، هنقول هنزورها الصبح بدري بعد الظهر في وقت متأخر. هنزورها امتى في السنة، هنقول بين اغسطس واكتوبر. طب how to get there، نوصلها ازاي؟ قالك you can I drive there from the city of birth in 2 hours. دي اجابة السؤال الثامن. بعد كده يا سيدي بيقول لك ايه بقى؟ Writing a description of an unusual geological formation. يعني اكتب كتابة وصفية عن تكوين جيولوجي غريب. Would like to introduce the topic. عشان تبدأ الموضوع start the first sentence with the name of your geological formation. اتكلم عن التكوين الجيولوجي اللي انت عايز تتكلم عنه ده. Write why is this geological formation is important or special in the same sentence. قول لي ليه هو مهم او مميز، اشمعنى هو اللي اخترته يعني. Next include the location and the age of the formation. بعد كده هات لي بقى اللوكيشن، مكانه وعمره، بقاله كام سنة. Explain how it was formed، وقول لي كمان تم تشكيله ازاي. Describe what it looks like and how big is it is، وكمان اوصف لي شكله عامل ازاي وحجمه قد ايه. Add extra، extra يعني اضافي، interesting information about it، وضيف لي معلومات كمان شيقة اضافية عنه. Tell people how they can visit it، وقول للناس كمان ازاي يقدروا يروحوا يزوروه. فبقول لك do some research، اعمل شوية بحث. Use the internet and complete the table، واستخدم الانترنت وكمل الجدول ده. The White Desert Egypt، فاكرين اللي احنا الدرس اللي كنا خدنا فيه ال White Desert والصخور اللي موجودة فيها واللي اتنحتت وبقالها كام الف سنة ومش عارف ايه، كنا واخدينه مش فاكر في كونكت ولا كونكت بلس. هو ده، هات بقى الجدول ده تاني، مش فاكر هو تقريبا في كونكت، مش في كونكت بس، تقريبا في كونكت في يونت 3 في يونت 2 مش فاكر بالظبط يعني. المهم احنا كنا واخدينه، فانتوا هتجيبوه بقى وطلع لي المعلومات دي. اسم الاول نيم، اسم المكان ده ايه، لوكيشن موقعه فين بالظبط، ايج بقاله كام سنه، سايز اند شيب الحجم والشكل، ميد اوف مصنوع من ايه، ايه نوع الصخور يعني، ايرودد باي ايه اللي عمل فيه كده، ويند اروجن ولا سويل اروجن ولا الاير اروجن ولا رين اروجن، ايه بالظبط، وين تو فيزيت نزوره امتى، وهاو تو جيت ذير ونروح نوصله ازاي. فبقول لك بقى استخدم لي الوصف اللي انت عملته ده واكتب لي باراجراف كمان. طيب نيجي بقى بعد كده على الاكتيفيتيز او الانشطه بتاعتنا او التدريبات يعني. اقول لك رينبو بريدج از وان اوف ذا لارجست ناتشرال ايه ناتشرال ارشز ان ذا وورلد، اتس اولسو 200 مليون ييرز اولد، اتس اون ايه باول ان اوتا يو اس اي، طبعا ايه باول ليك او ليك باول. It's 88 meters tall and it's made of red and brown sandstone، صخور رملية.
A river إيه؟ A hole طبعا إيه؟ eroded فتتت صخرة أو ثقب in the sandstone and has formed arch many years ago. طيب rainbow إيه is one of the largest natural arches in the world. لسه قايلين إيه؟ rainbow bridge. A river إيه؟ A hole طبعا إيه؟ eroded a hole in the sandstone and has formed the arch. نفس الكلام اللي احنا سألينه فوق ولسه قايلينه في القطعة اللي فاتت. You can a horse to visit Rainbow Bridge. هنعمل ايه؟ طبعا الهورس ياخد رايد مش درايف. درايف a car. امال a horse يبقى ايه؟ رايد a horse. Don't forget to take your water bottle and a hat. طبعا ايه؟ sun hat. طاقية شمس. Rainbow Bridge is a natural geological ايه؟ nation ولا pollution ولا information ولا formation؟ لا formation اللي هو تكوين او تكوينة جيولوجية. The monument is made of طبعا ايه ساند ستون مصنوعه من الصخور الرمليه. طيب بعد كده القطعه اللي عندنا بتتكلم على البيناكلز برضو اللي احنا لسه قاريينها من شويه اللي موجوده في استراليا دي، فهنقراها تاني بس من غير ترجمه بقى المره دي عشان احنا لسه ايه مترجمينها من شويه. فبقول لك البيناكلز ار ون اوف ذا موست unusual geological formations in western Australia. They are a group of tall white rocks in the Nambung National Park. The pinnacles are 25,000 to 35,000 years old. To 30,000 years old. They are made of white limestone. The tallest columns are between 3 and 5 meters high. The best time of day to see them is in the early morning or late afternoon. The best time of year to see them is between August and October, when the desert is full of beautiful wild flowers. You can drive there from the city of Perth in 2 hours. طيب the pinnacles are one of the most unusual قلنا ايه geological ايه formations. طيب the pinnacles are made of white limestone. بس انا عايز اجيب لك مقطع white limestone. Where are the pinnacles؟ هم فين او مكانهم فين؟ ايه in western Australia، في غرب استراليا. وممكن اقول كمان in the Nambung National Park، يعني ممكن اقول الاثنين عادي. اللي جاب السؤال الثاني هقول له in western Australia in the Nambung National Park، في غرب استراليا في حديقة نامبونج الوطنية. What is the best time of day to visit the pinnacles؟ ايوه the best time of day غير the best time of year. خلي بالك the best time of day قال لك between لا in the early morning or late afternoon. امال لو قال لك بقى ده جاب السؤال الرابع. امال لو قال لك بقى what is the best day what's the best time of year، هنا اقول له ايه between August and October اللي هي دي من شهر 8 لشهر 10. طيب بعد كده عايزين ترتيب rainbow bridge is 200 million years old. يعني قوس او كوبري الرينبو ده كوبري قوس قزح عمره 200 مليون سنة. A river eroded a hole حفر حفرة in the sandstone في الصخور الرملية. The monument is in a very hot desert. يعني الأثر ده موجود في صحراء حارة جدا. Don't forget to take your water bottle. Don't forget to take your water bottle. يعني متنساش تاخد إزازة المية معاك. كده يا شباب يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انتظرونا إن شاء الله في lesson 7 قريب جدا. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.